أهلا ومرحبا بكم على لقاء جديد وعلوم الدار، ونبدأها بالعناوين الرئيسية. محمد بن راشد يترأس الاجتماع السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، ويؤكد دولة الإمارات ستبقى عونا للخير وشعب الإمارات سيبقى فاعلا رئيسيا في مجال الخير. لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي تعتمد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% لجميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة. أهلا بكم. أعلن صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله النتائج السنوية لعمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2021. وجاء إعلان نتائج تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن فعالية خاصة في مجلس الشندغة بدبي، ترأس خلالها صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس أمناء المؤسسة حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الأمناء والمدراء التنفيذيين في المؤسسة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر تويتر: ترأست اليوم الاجتماع السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، استعرضنا تقرير الأعمال لعام 2021. كان إجمالي المستفيدين 91 مليون إنسان في 97 دولة، وخلال عامي الأزمة الوبائية كان إجمالي اتفاقنا 2.3 مليار درهم، وكان فريق عملي الإنساني على قدر المسؤولية. وأضاف سموه: فخور ب 145 ألف متطوع تعاونوا معنا في 2021 لإنجاز أعمالنا الإنسانية والمجتمعية والصحية والتعليمية. فخور بنور دبي التي وصلت ل 33 مليون مستفيد. فخور بتحدي القراءة الذي بلغ 22 مليون طالب. فخور بدبي العطاء وسقيا الإمارات ومؤسستنا الخيرية الإغاثية وبجوائزنا ومؤتمراتنا المجتمعية والمعرفية والإنسانية، وقادمنا أكثر عطاء بإذن الله. وأكد سموه أن دولة الإمارات ستبقى عنوانا للخير وشعب الإمارات سيبقى فاعلا رئيسيا في مجال الخير، ومبادراتنا مستمرة ومتسارعة وباقية إن شاء الله. أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 30 طنا من الإمدادات الغذائية إلى جمهورية مولدوفا لدعم اللاجئين الأوكرانيين، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي الذي تم تدشينه منذ شهر مارس الماضي للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون وخاصة من النساء والأطفال. وتدعم دولة الإمارات منذ بدء الأزمة الأوكرانية الجهود الدولية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان واضطرارهم للجوء للدول المجاورة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية ولا سيما الغذاء والدواء، التزاما بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة، وسيرا على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في دعم الجهود الإغاثية الدولية ومساعدة كافة الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية. أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة، مع تمديد مدة صلاحية المرور الأخضر على تطبيق الحصن لتصبح 30 يوما بدلا من 14 يوما بالنسبة للحاصلين على التطعيم والجرعات الداعمة. كما اعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمام في الأماكن المغلقة، على أن يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 من أبريل 2022، وذلك تماشيا مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إمارة أبوظبي تتزين بآلاف التشكيلات الضوئية احتفاء بعيد الفطر. حمل التطبيق الآن.
وكن باعثا للأمل. عجزوا عن تحريك أحلامهم، فقدوا سندهم، مات من يعيلهم. عجزوا عن تطبيب جراحهم، أعجزتهم لقمة العيش وباتوا بلا طعام. طورنا تطبيق الهلال الأحمر الإماراتي حتى تصل مساعداتكم إليهم بسهولة. أعن مريضاً أنهكته الأسقام بفرص علاجية تعيد له عافيته. أعد البسمة إليهم وساهم في تحريك عالمهم وكن نافذة الأمل. ساعد طفلاً يتيماً ليحقق أهدافه ويلامس أحلامه. كن عوناً لهم بمساعدتهم في إسكات جوعهم. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أهلا بكم من جديد. مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك عاده الله عليكم وعلينا بالخير، أنجزت دائرة البلديات والنقل متمثلة بجهود بلديات كل من مدينتي أبوظبي والعين وبلدية منطقة الظفرة عمليات تزيين مدن الإمارة بآلاف التشكيلات واللوحات الضوئية لتلبس العاصمة الإماراتية تاجا من النور. تم تركيبها في العديد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والجسور، وتحمل عبارات تعكس الثقافة والأصالة الإماراتية لتشارك جميع السكان فرحة وأجواء العيد التي تتميز بها أبوظبي. وأكدت الدائرة بأن جميع البلديات ركزت على مراعاة إجراءات الأمن والسلامة خلال تركيب أعمال الزينة واستخدام المواد المعاد تدويرها. هذا وأكملت شرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك بخطة أمنية متكاملة لتعزيز السلامة ونشر الطمأنينة والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية حول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمنتزهات العامة. وأكدت المديريات في العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية والمرور والدوريات إدارة الدوريات الخاصة استعدادها لهذه المناسبة بما يعزز سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وأهابت بالجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة بما يدعم قضاء أوقات سعيدة في عطلة العيد. علوم الدار وصلت إلى نهايتها وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن راشد يترأس الاجتماع السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية ويؤكد دولة الإمارات ستبقى عنوانا للخير وشعب الإمارات سيبقى فاعلا رئيسيا في مجال الخير. لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي تعتمد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% لجميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة. علوم الدار في كل دار وصلت إلى نهايتها. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.